السلام عليكم يا ثاني. وعليكم السلام. كيفكم يا حلوين؟ الحمد لله. هاي الأبطال مثلت أمامك، افتحوا وارسم الثلاث دوائر اللي على اللوح. بدنا اليوم إن شاء الله نعمل مراجعة سريعة لجدول ضرب اثنان حتى الحصة القادمة تيجي، ونحاول نشوف مين اللي شاطر ورح يعرف يجاوب بسرعة. مثلا لما احكي له اثنان ضرب اربعة مش من غير ما يقعد يجمع جمع متكرر يطلع لي الجواب. شوف الان هاي الدائرة رح تسالك، ارسم الدائرة كثير كبيرة، خليها على دفترك ما ترسمها صغيرة. ارسم الدائرة، مش انا مكبريكة، شفتوا كيف على اللوح انا مكبريكة، ارسمها كثير كبيرة على دفترك. الان بعد ما قسمنا الدوائر اللي حطيناهم قسمناهم لتسع اشكال او لتسع مثلثات، نعتبر هاي مثلثات، نعتبرها مثلثات. وكم وحده؟ تسعه. طيب حكينا في الوسط اثنان، اذا جدول شو اللي بدنا نراجعه اليوم؟ جدول اثنان. جدول الاثنان. طيب حطينا اثنان ضرب واحد، بدنا نتخيل انه في عندنا هون ضرب صغير. حطوا عشان تتخيلوا معي. وهون شو عندنا؟ يساوي. يلا. الآن يا ثاني حكينا بدنا نتخيل إنه في عندنا ضربة صغيرة بين الاثنين والواحد. اثنان ضرب واحد أي عدد بضربه في واحد بيكون نفس الاشي. مثلا حكيت لك اربعة ضرب واحد اربعة، خمسة ضرب واحد خمسة، وانا عندي اثنان ضرب واحد اثنان. فانا على مستوى اثنان وواحد على نفس المثلث اللي فيه واحد بدي اكتب كم؟ اثنان. اثنان الجواب اثنان. طيب يا ابطال الاثنان ضرب الاثنان، اثنان ضرب اثنان كم يساوي؟ أربعة. أربعة كم يساوي؟ أربعة. طيب اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة، ما معنى الاثنان ضرب اثنان؟ إذا الاثنان كم مرة كررناها؟ مرتين. الاثنان لما يكررها مرتين بيعطينا أربعة. الاثنان ضرب الثلاثة يساوي هنا خمسة. اثنان ضرب الثلاثة ستة. كم يا منى؟ ستة. ممتاز يا محمد. اثنان ضرب ثلاثة كم؟ ستة. ضرب ثلاثة كم؟ ستة. إذا نجرب اثنان ضرب واحد اثنان ضرب اثنان أربعة. اثنان ضرب ثلاثة ستة. اثنان ضرب أربعة الاثنان لما نكررها أربع مرات يعني ثمانية. ثمانية. ممتازين أحسنتم. إذا اثنان ضرب أربعة ثمانية. ضرب أربعة كم؟ ثمانية. طيب اثنان ضرب خمسة عشرة. عشرة أحسنتي. اثنان ضرب خمسة عشرة. اثنان ضرب خمسة عشرة. اثنان ضرب خمسة عشرة. اثنان ضرب أربعة
حسبتي. 2 ضرب 8 6. 2 ضرب 8 6. 2 ضرب 8 6. نرجع نعيد قبل ما نوصل للرقم 9. 2 ضرب 1 18. احسنتم. نرجع نعيد. 2 ضرب 1 2 ضرب 2 4 2 ضرب 3 6 2 ضرب وين وصلنا 3 4 10 4 2 ضرب 5 4 2 ضرب 6 كل مرة كان يزيد كم؟ اثنان في كل مرة. 2 4 6 8 10. يلا نعيد على قفزي. 2 4 6 8 10 12 13 ماما 14 16 17. طيب يا حلوين، هذا الشكل رسمناه عنا على الدفتر، بدنا نرسمه كمان على ورقة كبيرة أو على لوحة كبيرة، بدنا نحطها بغرفتنا حتى كل مرة نتفرج عليه نعرف إنه الاثنان ضرب واحد كم، اثنان ضرب أربعة كم، عشان أصير أصنع وأنا على جدول الاثنين وأقدر أحفظه بسرعة. ماشي، الأسبوع الجاي أو مش الأسبوع الجاي، خليها الخميس. الخميس امتحان، الخميس عندك امتحان رياضيات تسميم جدول ضرب اثنان. ماشي يا ثاني؟ ماشي. ومن هون للخميس معنا إننا نحط لوحة بالبيت أو ورقة على الحيط ونحفظ جدول الاثنان. تمام يا حلوين؟ تمام. تمام يا حلوين؟ تمام. حافظين جدول الاثنان؟ آه. لو أنا لو أمس أحس الدولاب اللي عندي على اللوح تقدر تجاوبوني بس واحد واحد. مش كلنا مع بعض؟ يلا نجرب. أول واحد رح يطلع معي محمد عطيه، تفضل. يلا 2 ضرب 2 هون فتحهم بصوت عالي. 2 ضرب 2 4 احكيهم. 2 ضرب 2 4. احسن، ممتاز. يلا لين خطيب مو بنعقم ايدينا بس نرجع على الدرج. يلا 2 ضرب 6 2 ضرب 6 12 2 ضرب 6 12. طيب احسنتي. لين لين ابو هلال. يلا اسرع لين عظمي ايدك. يلا 2 ضرب 7
كم؟ 14. 2 ضرب 7؟ 14. بدنا نحفظهم عشان ما نضلنا نطول واحنا بنحسب. ماشي كمان مرة. 2 ضرب 7 14. 2 ضرب 7 14. أحسن. اللي بعده يلا يا يوسف، يلا طلعت لك المسألة اللي بدك إياها. امشي. 2 ضرب 1 متأكد؟ صعبة صح؟ طيب يلا يا حسن. 2 ضرب 3. يوسف ما قرأت لنا شو المسألة اللي طلعت معك؟ شو جملة الضرب؟ 2 ضرب ايش؟ 2 ضرب 1 2. طيب ليه يا حسن؟ 2 ضرب 3 6. احسنتي. خليها دي عشان تكتبي معي اكثر. شوف اللوح. يلا يا منى كون اسرع. ماما احسنتي. 2 ضرب 4. قرأي لي جملة الضرب. 2 ضرب 4 8 يساوي 8. انت ممتازة. يلا 2 ضرب 9. إذا 9 مرتان نحسب 9 مرتان. إذا مش عارفين نحط 9 في حقنا نرجع نحط كمان 9 إلين. تسعة بعيننا ماما، تسعة إلينا. يلا ضرب 8. إذا 8 مرتان. إذا ما عرفنا نحسبها بنحط 8 بعقلنا، 8 على إيدنا وبنحسب كم طلع. اقرأ لي جملة الضرب بصوت عالي. 2 ضرب 8 16. تمام مرة. 2 ضرب 8 16. تمام ممتاز. أحسنتم يا ثاني. شكرا لكم.